نهاركم سعيد. تحت رعاية جمعية طهاة مصر فرع الغردقة بتحتفل المحافظة بالعيد القومي لها بالتزامن مع أحداث الذكرى الأولى لثورة 25 يناير المجيد. جمعية طهاة مصر بتقدم أكبر تورتة في مصر والمقادير هتظهر على الشاشة. 7200 بيضة، 240 كيلو سكر، 240 كيلو دقيق، 80 كيلو كريم شانتيه، 36 كيلو كريمة باتستري، 480 كيلو فراولة. كل المقادير دي بنحطها في صينية كبيرة وبنضيف عليها تفاني وإخلاص وحب العمل زي ما عمل أكتر من 30 شيف وطاهي من خيرة أساتذة الطبخ في مدينة الغردقة. وطبعا ما ننساش نحط شوية تعاون. اتمعنا كلنا مع بعض كمجموعة شيفات في أكتر من 40 أو 50 فندق واتفقنا أن احنا ممكن نعمل حدث عالمي. الحدث العالمي ده يقدر يوصل صورتنا الإيجابية بره مصر. من هنا جت الفكرة أو جت أن احنا نعمل أكبر تورتة فراولة ونوزعها على الممشى السياحي اللي احنا فيه ده للناس كلها، ونبين ان كلنا كشفات او كلنا بنشتغل في البحر الاحمر بنقول ان مصر بخير وان السياحة بخير. فكرنا نعمل ثورة في التورتاية، تمام، ونعمل حاجة ما تكونش عادية وتقليدية. اشتركنا فيها يعني معظم جميع فنادق الغردقة ومعظم الشفات اشتركت فيها وكلنا اشتركنا فيها عشان يعني نليق بالحدث دوت ونبين للعالم كله ان احنا برضو ان مصر كويسة والسياحة كويسة في مصر. التورتة بطعم الفراولة لكن ليها نكهة متميزة في رسالة بتبعتها جمعية طهاة مصر. السياحة مش بتختصر بس على العاملين في السياحة، هي بتقتصر على ان هي زي ترس بيحرك جميع الصناعات في البلد وجميع الشركات في البلد، وكل الناس اللي شغالة في البلد بتستفيد يعني من مصانع، من شركات، من سائقين تاكسي، من محلات، من بازارات، كله ليه علاقة بالسياحة. مش العامل اللي شغال في فندق هو بس اللي ليه علاقة بأن السياحة تشتغل أو يشتغل، فكل الشغل بيلف وبيدور لأبعد من اللي شغال في السياحة نفسها كشغال مباشر يعني. فهي إفادة للبلد جميعا يعني، الناس بلد كلها بعائلات الناس. وأنا بقدر أن الناس اللي بتستفيد من السياحة مش العاملين بس يعني، أنا بقدر بصفة الشخصية أكتر من 20 مليون واحد في مصر ليهم علاقة بشغل السياحة. جمعية طهاة مصر فرع الغردقة واللي أنا مش منهم قدمت لمصر أطول تورتة فراولة في مصر، 36 متر في 12 متر، مقاديرهم هيظهروا على الشاشة. أي ست بيت مصرية عايزة تعمل التورتة دي ياريت ما تنساش تعزمنا. من الغردقة أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.